بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي جريد 4، أهلا وسهلا بيكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Large Numbers، وهناخد النهاردة Million and Milliard for the 4th grade primary first term. تعالوا نشوف أول حاجة في درس النهاردة اللي هو درس المليون. طبعا عارفين كويس قوي من الحصة اللي فاتت ان 999,999 is the greatest 6 digit number. Then the number just after 999,999 بنعمل له plus 1، هيطلع لي نمبر جديد خالص مكون من 7 digits. ده بقى المليون، هو ده. يبقى المليون is the smallest 7 digit number. تعالوا نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7. دلوقتي يا مستر الطبق الاولاني اللي هو البليت الاولاني ده اللي هو ملوش اسم، الطبق الغلبان، وادي طبق الثاوزند، وظهر عندي كمان طبق الايه، طبق المليون. طبق المليون فيه 1 اللي هو 1 مليون. تعالوا بقى when we represent it on the abacus، طبعا اليونتس 0، التنس 0، الهندردز 0، الثاوزندز 0، التن ثاوزند 0، الهندرد ثاوزند 0، والمليون ادي 1 بول. ده كده اللي هو ال 1 مليون. ال 1 مليون 1 وقدامه 6 زيروز. كلمة مليون بتمشي وتسيب لي 6 زيروز، لكن المليون نفسه ها the smallest 7 digit number، أصغر نمبر مكون من 7 digits. تعالوا نشوف تاني درس معانا النهاردة، يلا بينا. تاني درس معانا النهاردة اللي هو المليارد، أو اسم الدلع بتاعه اسمه بليون. ممكن أقول عليه مليارد وممكن أقول عليه بليون، يا إما مليارد يا إما بليون. تعالوا نشوف. We know that 999 million 999,999 is the greatest 9 digit number، هو أكبر 9 digit number. Then the number just after it هنعمل له plus 1، ولما أعمل له plus 1 هيطلع لي نمبر جديد خالص مكون من 10 digits. تعالوا نعدهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده بقى كده يا اولاد اسمه المليارد او البليون. ممكن اقول عليه مليارد وممكن اقول عليه بليون، بس طبعا شغلنا كله هيبقى بكلمة مليارد. يبقى المليارد is the smallest 10 digit number. محدش ينسى، المليون 7، المليارد 10. المليارد بيزيد عن المليون ب 3 زيروز. ادي الطبق الغلبان اللي ملوش اسم، وادي طبق الثاوزند، وادي طبق المليون، وادي طبق المليارد. يبقى المليارد ده الطبق الايه، الرابع. المليون اللي هو الطبق الثالث، ثاوزند الطبق الثاني، والطبق الاولاني طبعا اللي هو الطبق الغلبان اللي هو فيه يونتس وتنس وايه وهندردز. We can represent the milliard on the abacus as shown in the following figure. يلا بينا، ادي الطبق الغلبان اللي هو يونتس تنس هندردز، ادي زيروز، وادي ثاوزند تن ثاوزند هندرد ثاوزند برضو زيروز، مليون تن مليون هندرد مليون برضو زيروز. ادي بقى الايه، المليارد. يبقى ال 1 مليارد 1 وقدامه 9 زيروز، يبقى كلمة مليارد بتمشي وتسيب لي مكانها 9 زيروز. كلمة مليون بتسيب مكانها 6 زيروز، كلمة مليارد بتمشي وتسيب مكانها 9 زيروز. تعالوا نشوف أول سؤال في درس النهاردة، يلا بينا. بيقول لي complete the following table. خدنا سؤال زي السؤال ده في
الدرس السابق المستر نصحني وقال لي علشان تكمل التيبل لازم بنكمله من عند اليونتس. تعالوا نشوف اليونتس. ها 7 التنس 8 الهندردز 9 الثاوزند 8 التن ثاوزند 4 الهندرد ثاوزند 5 المليون 6 التن مليون 0 الهندرد مليون 4 المليارد 5 التن مليارد 2 الهندرد مليارد 1. سهلة جدا. Another number. اليونتس 9 التنس 7 الهندردز 4 الثاوزند 1 التن ثاوزند 2 الهندرد ثاوزند 0 المليون 9 التن مليون 8 الهندرد مليون 5 المليارد 3 التن مليارد 6 الهندرد مليارد 5. طب هو دلوقتي بقى يا مستر مفرط لي النمبر وعاوزني انا ايه اعمله في الستاندرد فورم. طب يلا ها ادي اليونتس وادي التنس وادي الهندردز 1007 10008 100009 المليون 3 10 مليون 6 100 مليون 4 المليارد 5 ها 10 مليارد 2 100 مليارد 1. لو جينا نقرا النمبر ده يا مستر طبعا المستر قال لي بعمل الاطباق الطبق بياخد 3 ديجيتس يونتس تنس هندردز يونتس تنس هندردز يونتس تنس هندردز يونتس تنس هندردز رابع طبق ده طبق المليارد يبقى 125 مليارد 463 مليون 987,000 159. يبقى احنا بنقول كلمة and في الاخر خالص. طب يلا another number. اليونتس 2 التنس 8 الهندردز 0 الثاوزند 2 التن ثاوزند 5 الهندرد ثاوزند 8 المليون 7 التن مليون 4 الهندرد مليون 6 المليارد 9 التن مليارد 2 الهندرد مليارد 1. This number is read as 129 milliard 647 million 852,082. Another question. يلا بينا. بيقول لي complete. مديني number. طبعا المستر قال لي علشان اسهل على نفسي كلمة السر اللي عندنا السنة دي ايه حلوين؟ الاطباق. طب يلا الطبق الاولاني بياخد 3 ديجيتس واللي بعده 3 ديجيتس واللي بعده 3 ديجيتس واللي بعده 3 ديجيتس. طالما وصلت للطبق الرابع يبقى مليارد او بليون. ها هاو ميني بليون؟ مين اللي في طبق البليون؟ 125. طب مين اللي في طبق المليون؟ 436. مين اللي في طبق الثاوزند؟ 548. ومين اللي في الطبق الغلبان؟ 987. سهلة جدا. يبقى الاطباق بتسهل عليا كل حاجة. يلا نرسم الاطباق. 3 digits. وادي 1 digit. يلا مين اللي في طبق البليون؟ 2. مين اللي في طبق المليون؟ 163. مين اللي في طبق الثاوزند؟ ها 900. مين اللي في الطبق الغلبان يا حلوين؟ ال 800. طب يلا كمان سؤال. ها طبق وادي طبق وادي طبق وادي طبق. طبق المليارد او البليون فيه كام يا مستر؟ 74 بكل سهولة. ها المليون 132. 1876. الطبق الغلبان 514. سهلة جدا. يلا نعمل الاطباق.
ادي بليت وادي بليت. طالما وصلت للطبق الرابع يبقى انا عارف انه ايه مليارد او بليون. How many billions? 7 million 325 1,165 and 273. سهلة جدا. Question number 5. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. البليونز 275. المليونز 153. 1,276 and 542. بكل سهولة. طب نشوف question number 6. يلا المستر طبعا قال لي لازم البليت الطبق يبقى ايه من على ايدي اليمين اللي باكل بيها. بياخد يونتس تنس هندردز. يونتس تنس هندردز. يونتس تنس هندردز. يونتس. يلا البليون 5. المليونز 180. 1070. طبعا الزيرو اون ذا ليفت هاز نو فاليو. طيب ها اند 506. سهله جدا. طب يلا ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. البليون شطار 6. المليون 537. 1000 2 عشان التو زيروز اون ذا ليفت هاز نو فاليو ها اند 54. سهله جدا. Another question. يلا بينا. بيقول لي complete 124,254,102,400. طبعا انا سمعت كلمة بليون والبليون ده الطبق الرابع، يبقى انا هعمل لنفسي كم طبق؟ كم بليت؟ 4 بليتس. ادي 1 2 3 4. طبق البليون فيه كام يا حلوين؟ 124. طبعا احنا بنكتب من الطبق الغلبان ها. ادي الطبق الغلبان فيه 400. طبق الثاوزند فيه كام يا حلوين؟ 102. طبق المليون فيه كام يا شطار؟ 254. طبق البليون فيه 124. سهلة جدا. طب يلا question number 2. 2 billion 35,504,007. بليون يبقى 4 بليتس. ادي 1 2 3 4. الطبق الغلبان فيه كام؟ 7. بس احنا اتفقنا ان الطبق لازم يشيل كام ديجيت يا مستر؟ 3 ديجيتس. لازم يكون فيه يونتس وتنس وهندردز، وانا ما عنديش غير يونتس بس. يبقى التنس والهندردز فيهم 2 زيروز. تمام. طب يلا 1,504. تمام، هيتحطوا في طبق الثاوزند عشان هما 3 ديجيتس. طيب طبق المليون فيه 35. احنا عارفين ان الطبق لازم يشيل 3 ديجيتس ودول 2 ديجيتس اونلي، يبقى هنحط لهم ايه؟ 0 اون ذا ليفت. تمام. وطبق البليون فيه كام؟ فيه 2. يلا كويستشن نمبر 3. 29,478,054. لاحظنا حاجة؟ طبعا ما جابليش سيرة المليون خالص. يبقى معنى كده يا مستر ان طبق المليون هيتحط فيه 3 زيروز زي ما هنشوف. طالما قال لي بليون يبقى هعمل 4 بليتس. ادي 1 2 3 4. يلا الطبق الغلبان فيه كام يا مستر؟ 54. بس دول 2 ديجيتس يا حلوين، يبقى لازم احط لهم ايه؟ 0 on the left. تمام، عشان الطبق بيشيل 3 ديجيتس. طبق الثاوزند فيه كام؟ 478. ادي ال 478. مفيش مليون، يبقى بحط في طبق المليون 3 زيروز. تمام. طبق البليون فيه كام او المليارد؟ فيه 29. سهلة جدا. question number 4 301,927,247. لاحظنا حاجة؟ طبعا مفيش ثاوزند، يبقى طبق الثاوزند هيشيل 3 زيروز.
طالما قال لي بليون يبقى هعمل برضو 4 بليتس، ادي 1 2 3 4. الطبق الغلبان فيه كام؟ 247. طبق الثاوزند طبعا 3 زيروز عشان مفيش ثاوزند. طبق المليون فيه كام؟ 927. طبق المليارد او البليون 301. سهلة جدا. question number 5 بيقول لي 591 مليون and 15. قال لي مليون، يبقى انا دلوقتي بقى هعمل كام طبق يا حلوين؟ مليون يبقى 3 بليتس، ادي 1 2 3. طبق المليون في 591، مفيش 1000، يبقى طبق ال 1000 هيشيل 3 زيروز، والطبق الغلبان فيه 15. طيب ال 15 دول 2 ديجيتس، يبقى لازم احط لهم ايه اون ذا ليفت؟ زيرو. تمام. طبق ال 1000 قلنا 3 زيروز، طبق المليون 591. سهلة جدا. question number 6 بيقول لي 9 بليون، بليون يعني كام بليت، كام طبق؟ 4. ادي 1 2 3 4. طبق البليون فيه كام؟ ها 9. طبق الغلبان ما فيهوش يعني 3 زيروز، طبق ال 1000 ما فيهوش يعني 3 زيروز، طبق المليون برضو ما فيهوش يعني 3 زيروز، يعني هحط هنا 3 زيروز 3 زيروز 3 زيروز، وهنا 9 بليون. كلمة بليون قلنا بتمشي وتسيب مكانها 9 زيروز. سهلة جدا. طب نشوف question number 7 بيقول لي 15 مليون. مليون يبقى 3 بليتس، ادي 1 2 3. برضو يا مستر الطبق الغلبان 3 زيروز، طبق ال 1000 3 زيروز، طبق المليون في 15. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. بيقول لي write the value and the place value of the circled digit. عاوزني اكتب ال value وال place value لل circled digit، يعني ال digit اللي متسيركل قدامنا ده. طبعا عرفنا الفرق ما بين ال value وال place value. ال value بكتب بال digits والزيروز، وال place value بكتب بالايه؟ بال letters. طب تعالوا ايه؟ نعمل الاطباق. ما هي الاطباق هي اللي بتسهل عليها كل حاجة. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. تعالوا بقى الفور لقيتها في انهي بليت يا مستر؟ in the plate of milliard. طب هو طالب مني الفاليو الاول بالديجيتس بالارقام، هنعد الفور قدامها كام ديجيتس؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني الفور هتنزل قدامها 9 زيروز. طب البليس فاليو، ها احنا قلنا ان الفور واقعه في طبق المليارد، هل هي مليارد ولا 10 مليارد ولا 100 مليارد؟ ممكن اقول يونت مليارد او ممكن اقول مليارد بس. يبقى البليس فاليو بتاعت الفور مليارد. سهلة جدا. نشوف another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. الايت ها قدامها كام ديجيتس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الايت هتنزل ب 10 زيروز. انا شايف ان الايت ها lies in the plate of milliards، واقعه في طبق المليارد، هل هي مليارد ولا 10 مليارد ولا 100 مليارد؟ طالما قاعده في النص تبقى 10 مليارد. سهله جدا. another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. ها ال7 قدامها كام ديجيتس يا مستر؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى ال7 هتنزل بايه؟ ب8 زيروز. طب ال7 هنا واقعه في طبق ايه يا مستر؟ ها طبق المليون. طب هل هي مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون؟ 100 مليونز. سهلة جدا. another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. التو قدامها كام ديجيتس يا حلوين؟ يلا نعد 1 2 3 4 5 6 7. يبقى التو هتنزل ب 7 زيروز. تمام.
طب التو هنا وقع في طبق الايه؟ تالت طبق اللي هو طبق المليون. هل هي مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون؟ طالما قاعدة في النص تبقى 10 مليون. تمام. Another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. الوان واقع في طبق المليون. طب تعالوا نشوف قدامه كام ديجيتس يا شطار. ادي 1 2 3 4 5 6. يعني الوان هينزل ب 6 زيروز. طيب الوان طبعا هنا في طبق المليون، هل هو مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون؟ مليون. سهله جدا. Another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. الناين قدامها كام ديجيتس يا شطار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني الناين هتنزل ب 11 زيروز. طب هنا الناين lies in the plate of milliards. هل هي مليارد ولا 10 مليارد ولا 100 مليارد؟ 100 مليارد. سهله جدا. Another question. ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. السيفن lies in the plate of thousand. وقع في الطبق الثاني اللي هو طبق الثاوزند. قدامها كام ديجيتس يا حلوين؟ 1 2 3 4 5. يبقى السيفن هتنزل ب 5 زيروز. طب هنا السيفن بقى البليز فاليو بتاعتها ايه؟ طبق الثاوزند، هل هي 1000 ولا 10000 ولا 100000؟ 100000. سهله جدا. تعالوا بقى نشوف another question. يلا بينا. بيقول لي complete using the suitable sign smaller than bigger than or equal. نشوف number one. طبعا عندي two numbers large كبار. اللي بيسهل لي المأمورية بتاعتي ايه يا شطار؟ البليتس الاطباق. ادي اول بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. وصلنا للملياردز. يلا ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. هنا المليارز 235 وهنا برضو المليارز 235 متعادلين. تعالوا نشوف نشوف ايه طبق المليون. هنا في 524 لكن هنا في 624. ال 600 مليون مور ذان ال 500 مليون. يبقى النمبر ده هو الايه؟ هو البيجر. وطبعا عارفين ان الساين بتاعتنا بتضحك للكبير وتبوز للايه؟ للصغير. تعالوا نشوف question number 2. بس قبل ما نخش في question number 2 لازم افكركم بحاجات. طبعا عرفنا ان كلمة tens بتمشي وتسيب مكانها zero. كلمة hundreds بتمشي وتسيب مكانها two zeros. كلمة thousand بتمشي وتسيب مكانها three zeros. النهاردة بقى عرفنا ان كلمة million بتمشي وتسيب مكانها six zeros. كلمة milliard بتمشي وتسيب مكانها nine zeros. محدش ينساه. تعالوا نشوف السؤال. بيقول لي seven مليارد. هنرفع السيفن فوق. كلمة مليارد قلنا بتمشي وتسيب مكانها ايه؟ لسه قايلينها من شوية، ناين زيروز. طب نشوف الناحية التانية. ها 79. هنرفع السيفنتي ناين فوق. كلمة مليون بتمشي وتسيب مكانها سيكس زيروز. ده 10 ديجيت نمبر وده 8 ديجيت نمبر. لا ال 10 ديجيت يكسب طبعا. تمام. question number 3. 35 بليون. هنرفع ال 35 لفوق. كلمة بليون بتمشي وتسيب مكانها 9 زيروز. 35 مليارد. هنرفع ال 35 فوق. كلمة مليارد برضو بتمشي وتسيب مكانها 9 زيروز. لقينا التو نمبرز ايه يا مستر؟ ايكوال. برافو. question number 4. تو لارج نمبرز. اللي بيسهل الموضوع ده البليتس. يلا الاطباق. ادي بليت وادي بليت وادي بليت. ادي بليت وادي بليت وادي بليت. هنا البليت اوف مليون ها في 300 وهنا البليت اوف مليون في 99. ها which is greater؟
300 مليون ولا 99 مليون؟ طبعا ال 300 مليون bigger. تمام. question number 5, 3 milliard. هنرفع ال 3 لفوق. كلمة milliard هتمشي وتسيب لي مكانها 9 zeros. الناحية التانية ال 3000 هنرفعها فوق. كلمة million بتمشي وتسيب مكانها 6 zeros. لقيت هنا 3 milliard وهنا 3 milliard. واضح جدا ان هما equal. تمام. تعالوا بقى يا شطار نشوف السؤال، ولازم نركز فيه جدا 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 عشان لازم نحفظ اللي هقوله لكم ده. نشوف، بيقول لي write the following quantities of money in digits. تعالوا نشوف. number one بيقول لي quarter milliard pounds. quarter milliard يعني ايه؟ ربع المليار. ربع المليار دي فيه قد ايه؟ طالما قال لي مليارد يبقى الشغل اللي هنشتغله بالمليون. quarter milliard محدش ينساها 250 مليون. quarter milliard equal 250 مليون. طب half milliard، نص المليارد فيه كام يا مستر؟ 500 مليون. three quarters of a milliard ها equal what؟ الثري كوارتر يا حلوين عبارة عن كوارتر بلس هاف. لو احنا جمعنا الهاف والكوارتر انا عارف ان الهاف equal two quarters، وادي كمان عليهم كمان كوارتر يبقوا ثري كوارترز. يعني لو احنا جمعنا التو نمبرز دول هيديني ثري كوارترز. الثري كوارترز of a milliard equal 750 مليون. مش عاوز حد ينساها. quarter milliard 250 مليون، half milliard 500 مليون، 3 quarters of a milliard 750 مليون. تعالوا بقى نصغر شوية. number 4 quarter مليون. طالما قال لي مليون يبقى احنا هنشتغل بالثاوزند. quarter مليون، الكوارتر نفس النظام بالظبط بس هينقص الطبق اللي فيه 3 zeros دول، هيبقى ها 250,000. طب half million زي دي بالظبط برضو ها 500,000. 3 quarter of a million ها 750,000. نقولها تاني، quarter million 250,000، half million 500,000، 3 quarters of a million ها 750,000. سهلة جدا. طيب quarter thousand ها ربع الثاوزند فيه كام بقى يا مستر؟ ها طبعا الثري زيروز دول هيروحوا خالص، هيبقى فيها ايكوال ايه؟ 250 بس. half thousand، نص الثاوزند فيه كام يا مستر؟ 500. 3 quarters of thousand ها 750. نقولها تاني again، quarter thousand 250، half thousand 500، 3 quarters of a thousand 750. لازم نراجع عليهم ونحفظهم كويس جدا جدا. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. بيقول لي arrange. number 1 مديني numbers وطالب مني ارتبهم descending order. descending order يعني from the greatest to the smallest او from the biggest to the smallest، من الكبير للصغير. طبعا يا مستر اتفقنا ايه اللي بيسهل لي كل حاجة؟ البليتس. يلا بينا، ادي بليت وادي بليت وادي بليت، ادي بليت وادي بليت وادي بليت، ادي بليت وادي بليت وادي بليت. سهلة جدا، ادي بليت وادي بليت وادي بليت. تعالوا بقى نعمل كومبيرنج، نقارن علشان هنرتب من الايه؟ من الجريتست للسمولست. هنا طبق المليون فيه 678، هنا 687، هنا 65، هنا 604. واضح جدا ان ال 687 مليون هو ده النمبر الجريتست. هنشطب عليه ونكتبه first، هنكتبه هنا في الأول. بعد كده يا مستر ها عندي هنا الميليونز 678، هنا الميليونز ها 65، هنا الميليونز 604.
واضح جدا ان النمبر ده هو الايه الجريتست. هنشطب عليه ونكتبه هنا. طبعا هنا المليونز 65 وهنا المليونز 604، واضح ان ده النمبر هو الايه البيجر، هنشطب عليه ونكتبه هنا. وطبعا ده السمولست نمبر، هنشطب عليه ونكتبه في الاخر. سهله جدا. الاطباء هي كلمه السر السنه دي، محدش يكسل ان هو يرسمها. البليت الطبق بيشيل 3 ديجيتس، يونتس تنس هندردس، يونتس تنس هندردس، يونتس تنس هندردس. نشوف كويستشن نمبر 2. بس طالب مني بقى ascending order، يعني from the smallest to the greatest، من الصغير للكبير. يلا ادي بليت وادي بليت وادي بليت، ادي بليت وادي بليت وادي بليت، ادي بليت وادي بليت وادي بليت، ادي بليت وادي بليت وادي بليت. يلا بينا. هنا المليونز 342، المليونز 422، المليونز 442، المليونز 342. واضح جدا ها. 342 422 442 342. ها طبعا انا شايف ان دول ها ده وده هما الايه السمولست، بس الاثنين هنا في المليون ايكوال 342 وهنا 342. يبقى هنبص على طبق ال 1000. هنا طبق ال 1000 فيه 105 وهنا طبق ال 1000 فيه 150. ها مين الاصغر؟ ال 105 طبعا. يبقى انا هشطب على النمبر ده عشان هو اصغر حاجه وهكتبه في الاول. بعد كده طبعا ده النمبر اللي بعديه على طول. نيجي هنا بقى 422 مليون ولا 442 مليون، مين الأصغر؟ طبعا ال 422 مليون هو الأصغر. هنشطب على النمبر ده ونكتبه هنا، وطبعا ده الجريتست نمبر، هنشطب عليه ونكتبه في الآخر. يبقى الأطباق هي كلمة السر السنة دي اللي بتسهل لي كل حاجة. Another question، يلا بينا. Complete the smallest 7 digit number. نركز بقى في الأسئلة دي. أصغر 7 digit number، طالما قال لي smallest وسكت يبقى انا بكتب على الشمال ايه اصغر حاجه تتحط على الشمال هي ال1، وبكمل الباقي ايه يا حلوين زيروز. طالما عاوزهم 7 ديجيتس يبقى انا هكتب 1 وجنبه 6 زيروز اللي هو ال1 مليون. تمام. The smallest 7 different، different يعني مختلفين. طبعا اتدربنا على السؤال ده الحصه اللي فاتت. طيب أصغر حاجة بتتحط على الشمال 1، ما ينفعش أحط الزيرو. بعد كده أقدر أحط الزيرو، بعد الزيرو 2 3 4 5 6. النمبر ده اسمه إيه؟ 1,023,456. سهلة جدا. The greatest 7 digit number، أكبر نمبر مكون من 7 digits. طالما قال لي greatest وسكت برصصهم له كلهم ايه يا حلوين، برافو عليكم، برصصهم له كلهم ناينز. هعمل كام ناين جنب بعض؟ 7 ناينز. تعالوا نقرا النمبر ده، 9,999,999. سهله جدا. question number 4 بيقول لي the greatest 7 different digit number، عاوزهم دلوقتي different يعني مختلفين. أكبر حاجة بتتحط على الشمال هي الـ 9، بعدها هحط مين؟ الـ 8، بعد الـ 8 7 6 5 4 and so on، يعني descending order. أدي 9 8 7 6 5 4 لحد 3، دول كده 7 digits. أدي 1 2 3 4 5 6 7. النمبر ده اسمه إيه يا مستر؟ 9,876,543. سهلة جدا. Another question، the smallest 8 digit number، أصغر 8 digit number زي دي بالظبط، بس هيزيد لهم إيه؟ زيرو. يبقى أنا هحط 1 وجنبه 7 zeros اللي هو 10 مليون، اللي هو إيه؟ 10 مليون. سهلة جدا. The smallest 8 different digit number،
المرة دي عاوزهم different يعني مختلفين، يبقى أنا برضو هحط 1 0 2 3 4 5 6 لحد 7. يلا يا مستر اقرا لي النمبر ده. 10,234,567. سهلة جدا. question number 7 بيقول لي the greatest 8 digit number. greatest و second يبقى هحط له كام 9 جنب بعض يا حلوين؟ 8 9s. برافو. اللي هو ايه؟ 99,999,999. question number 8 the greatest 8 different digit number. المرة دي عاوزهم different. greatest يبقى بحط على الشمال مين يا مستر؟ بحط على الشمال 9، بعدين 8، بعدين 7، بعدين 6، بعدين 5، بعدين 4، بعدين 3، بعدين 2. يبقى من 9 لحد 2. تعالوا نقرا النمبر. ادي بليت وادي بليت وادي بليت. وصلت للطبق الثالث اللي هو طبق المليون. 98,765,432. سهلة جدا. question number 9 بيقول لي the smallest 9 digit number. اصغر نمبر مكون من 9 digits. ها طالما قال لي smallest وسكت بحط على الشمال 1 وهكمل الباقي zeros، يعني 1 وقدامه 8 zeros اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو 100 million. the smallest 9 different digit number. عاوزهم different يعني مختلفين. ها أصغر حاجة بتتحط على الشمال الـ 1، بعدها الـ 0، بعدها الـ 2، بعدها الـ 3، بعدها الـ 4، بعدها الـ 5، بعدها الـ 6، بعدها الـ 7، بعد كده الـ 8. يبقى من ها من الـ 1 لحد الـ 8. طبعًا تعالوا نقرأ النمبر ده. 102,345,678. تعالوا نكمل السؤال. يلا بينا. question number 11 the greatest 9 digit number. اكبر نمبر مكون من 9 digits. يبقى هحط له كام 9 جنب بعض يا حلوين؟ 9 9s. تعالوا نقرا النمبر. سهله جدا. 999,999,999. سهلة جدا. question number 12 the greatest 9 different digit number. عاوز أكبر نمبر مكون من 9 different digits مختلفين، يبقى هحط على الشمال 9 8 7 6 5 4 3 2 1. أهو تعالوا نقرأ النمبر. 987,654,321. Again. 987,654,321. The smallest 10 digit number. أصغر نمبر مكون من 10 digits. قال لي smallest وسكت، يبقى أنا هحط 1 on the left وجنبه 9 zeros اللي هو إيه؟ 1 milliard. برافو. طب the smallest 10 different digit number، عاوزهم بقى smallest و different. هحط 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9. النمبر ده يتقري يا مستر؟ 1,023,456,789. Again. 1,023,456,789. The greatest 10 digit number. أكبر نمبر مكون من 10 digits. هرصص له 10 9s جنب بعض يا مستر. تعالوا نقرأ. 9,99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 9,
999,999. Again, 9 milliard, 999,999,999. The greatest 10 different digit number is أكبر نمبر مكون من 10 different digits. هحط له بقى إيه على الشمال 9 لحد 0، يعني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. النمبر ده طبعا is read as يتقري إيه 9,876,543,210. Again, 9,876,543,210. سهلة جدا. The smallest 11 digit number. أصغر نمبر مكون من 11 digits. هنحط 1 وجنبه 10 zeros اللي هو 10 milliard. سهلة جدا. The greatest 11 digit number. أكبر نمبر مكون من 11 digits. هنحط له 11 nines جنب بعض. طب تعالوا نقرأ 99,999,999,999. Again, 99,999,999,999. The smallest 12 digit number. أصغر 12 digit number. هنحط له على الشمال 1 ونحط قدامه 11 zeros اللي هو كام يا مستر؟ 100 milliard. سهلة جدا. Question number 20 بيقول لي the greatest 12 digit number. قال لي greatest وسكت، يبقى برصص له 12 nines. تعالوا بقى نقرأ النمبر ده، وده أكبر نمبر هندرسه في البرايمري ستيج. يلا بينا. يلا. 999 milliard. 999 million. 999,000. 999. Again. 999 milliard. 999 million. 999,000. 999. Again, 999 milliard. 999 million. 999,000. 999. Question number 21 بيقول لي million is the smallest how many digit number. يعني المليون هو أصغر نمبر مكون من كم digit؟ من 7 digit. قلناها ومحدش ينساها عشان ده سؤال بيجي دايما في الامتحانات. المليون أصغر 7 digit number. The smallest 7 digit number. طيب milliard is the smallest how many digit number يا حلوين؟ المليارد 10. تمام، يبقى المليون 7 والمليارد 10. سهلة جدا. تعالوا نشوف another question بيقول لي ايه. يلا بينا. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصح. 90 hundreds. سهلة جدا. طبعا ال 90 هتنزل will be down. كلمة 100 بتمشي وتسيب لي مكانها 2 zeros. يبقى طلع الأنسر 9000 اللي هي ايه؟ number A. Question number 2 بيقول لي 17 tens. ال 17 will be down. كلمة tens بتمشي وتحط لي مكانها 0. الأنسر طلع 170 بكل بساطة. 45,000. ال 45 will be down. كلمة 1000 بتمشي وتسيب لي مكانها 3 zeros. يبقى طلعت 45,000 اللي هي number C. سهلة جدا. 23 times 100. طبعا دي خدناها في الثيرد جريد. ال 23 هتنزل will be down وال 2 zeros طبعا جنبها. طلعت 2300 اللي هي number A.
920 times 1000 ال 920 will be down وادي 3 zeros اهي جنبها بكل سهولة طلعت 920,000 اللي هي فين number B 83,000 equal how many hundreds كلمة hundreds قاعدة مستخبية برة هتخطف مني كام zeros هتخطف 2 zeros يبقى النمبر اللي اتبقى لي كام 830 فين الإجابة؟ أهي هي دي نمبر بي بكل سهولة question number 7 15,000 بيقول لي how many thousands كلمة thousand قاعدة مستخبية برة هتخطف مني 3 zeros دول يبقى الأنسر هيطلع 15 فين؟ نمبر سي سهلة جدا question number 8 بيقول لي 7,000 hundreds هنرفع 7,000 فوق وكلمة hundreds بتمشي وتحط لي مكانها 2 zeros أنا شايف برة كلمة 10,000 10 بتخطف 0 و 1000 بتخطف 3 zeros يبقوا هما الاثنين هيخطفوا مني 4 zeros ادي 1 2 3 4 هيخطفوا مني ال 4 zeros دول اللي هيتبقى لي بس كام 70 اللي هي answer number B سهلة 250 millions هنرفع 250 فوق كلمة مليون بتمشي وتسيب مكانها 6 zeros تمام طب انا شايف كلمة thousand قاعدة مستخبية برة هتخطف مني ايه 3 zeros يبقى النمبر اللي اتبقى لي كام يا مستر 25 وقدامها 4 zeros اللي هي 250,000 فين بقى 250,000 ادي نمبر ايه سهلة جدا 80,000 thousands هنرفع ال 80,000 فوق وكلمة thousand هتمشي وتسيب مكانها 3 zeros شايف كلمة مليون قاعدة مستخبية لي برة هتخطف مني 1 2 3 4 5 6 هتخطف 6 zeros يبقى اللي اتبقى لي كام يا مستر بس 80 نمبر سي بكل سهولة تعالوا نشوف another question Write the following numbers in letters يعني in words عاوزني اكتب النمبر بالليترز او بالوردز يعني read the number يعني زي ما تقرا النمبر اكتبه طبعا مش هقدر اقرا النمبر الا بالايه الا بالاطباق البليتس ادي بليت وادي بليت وادي بليت الطبق الثالث طبق المليون يلا نقرا ها 2 مليون 800,000 111 again 2 في طبق المليون تبقى 2 مليون 800 في طبق الثاوزند تبقى 800,000 والطبق الغلبان طبعا فيه 111 يبقى 2 مليون 800,000 111 بكل سهولة يلا ادي بليت وادي بليت وادي بليت الطبق الثالث طبق المليون 4 مليون 204,550 بكل سهولة ادي بليت وادي بليت وادي بليت طبق المليون فيه 10 يبقى 10 مليون طبق الثاوزند فيه 245 يبقى 245,000 والطبق الغلبان فيه 120 يبقى 10 مليون 245,120 ادي بليت وادي بليت وادي بليت طبق المليون فيه 200 يبقى 200 مليون 457,123 200 مليون 457,123 سهلة جدا ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت الطبق الرابع طبق المليارد يبقى 3 مليارد 400 مليون مفيش حاجة تاني يبقى 3 مليارد and 400 مليون حطينا هنا and ليه عشان طبعا مفيش نمبر هنا 3 مليارد and 400 مليون ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت
4 في طبق المليارد يبقى 4 مليارد. ها 145 في طبق المليون ومفيش حاجة تاني، يبقى هنقول 4 مليارد 145 مليون. قلنا and طبعا عشان هنا مفيش ايه number. Another question. ها ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. ها طبق الرابع طبق المليارد يبقى 4 مليارد 204 مليون 550,000 and 2. Again, 4 مليارد 204 مليون 550,000 and 2 بكل بساطة. يلا ادي بليت وادي بليت وادي بليت وادي بليت. طبعا طبق المليارد فيه 12 يبقى 12 مليارد. طبق المليون فيه 701 يبقى 701 مليون. طبق الثاوزند فيه 405 يبقى 405,000. طبق الغلبان طبعا فيه 540 يبقى بقى نقوله على بعض. ها 12 مليارد 701 مليون 405,000 540. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. Write the following numbers in digits. عكس السؤال اللي فات، هيديني النمبر بالليترز او بالوردز وهيطلبوا مني ان انا اكتبه بالديجيتس، يعني ايه بالارقام. اهم حاجة بقى يا مستر لازم اشوف عندي اول حاجة اسم اول طبق ايه عندي. تعالوا نشوف 5 مليون. بحط كده underline تحت اسم الطبق. مليون دي اللي هو كام طبق يا مستر؟ 3 بليتس. يبقى أنا هعمل أدي 1 2 3، لأن طبق المليون هو الطبق الإيه التالت. طبق المليون فيه كام يا مستر؟ فيه 5. يبقى أدي 5 في طبق المليون. and 900,000. 900 في طبق الثاوزند، أدي 900 في طبق الثاوزند. وطبعا مفيش حاجة تاني، يبقى هحط في الطبق الغلبان 3 زيروز. نشوف another question. بيقول لي 8 مليون اول طبق صادفني اللي هو طبق الايه المليون. يبقى انا هعمل كام طبق يا حلوين؟ 3 بليتس، ادي 1 2 3. تعالوا نشوف. بيقول لي 8 مليون يبقى طبق المليون فيه كام؟ فيه 8. طيب and 906,000. 906 في طبق الايه الثاوزند، ادي 906. والطبق الغلبان طبعا مش موجود، يبقى هحط فيه 3 زيروز. Another question. بيقول لي 2 مليون، ادي طبق المليون، يبقى هعمل 3 بليتس، ادي 1 2 3. الاطباق بتسهل لي كل حاجة يا شباب. طبق المليون فيه كام؟ فيه 2، سهلة جدا. and 346,000. 346، ادي 346 في طبق الثاوزند. والطبق الغلبان طبعا مفيش حاجة موجودة منه، يبقى هحط منه ايه؟ هحط جواه 3 زيروز. another question. بيقول لي 10 مليون، ادي برضو طبق المليون، يبقى هعمل كام بليت؟ 1 2 3. طبق المليون فيه كام؟ قال لي 10، يبقى هحط في طبق المليون 10. 1000. طبق الثاوزند فيه 1، بس هل ينفع يا مستر طبق الثاوزند يتحط فيه 1 ديجيت؟ احنا اتفقنا ان الطبق لازم يشيل 3 ديجيتس. يبقى ال 1 ده ايه؟ على اليمين، واحط له على الشمال 2 زيروز. تمام. 602، ادي الطبق الغلبان ظهر اهو، هحط فيه 602 بكل بساطة. another question. بيقول لي 25 مليون، ادي يا مستر طبق المليون، يبقى هعمل 3 بليتس، ادي 1 2 3. طبق المليون فيه كام؟ 25، ادي 25 في طبق المليون. 709,000. طبق الثاوزند فيه 709، ادي 709. والطبق الغلبان فيه كام يا مستر؟ and 11. طب ال 11 ده 2 ديجيتس، يبقى لازم احط لهم على الشمال 1 0 عشان يبقوا 3 ديجيتس، عشان الطبق لازم يشيل 3 ديجيتس. another question.
37 مليون، ادي المليون. يبقى هعمل 3 بليتس، ادي 1 2 3. طبق المليون فيه 37، يبقى هحط في طبق المليون 37. 630,000، يبقى هحط في طبق ال 1000 630، ادي 630. والطبق الغلبان بيقول لي اند 400، يبقى هحط هنا في الطبق الغلبان 400. سهله جدا. 49 مليون، ادي طبق المليون، يبقى هعمل 3 بليتس، ادي 1 2 3. المليون فيه كام؟ 49، ادي ال 49 في طبق الايه؟ المليون. 225,000، قلت لي كام في طبق ال 1000؟ قال لي بقول لك 225، ادي ال 225. 903، الطبق الغلبان فيه 903، سهله جدا. يلا السؤال اللي بعده، بيقول لي 8 مليارد، ادي اسم الطبق. طالما قال لي مليارد يبقى هعمل كام بليت؟ 4 بليتس، ادي 1 2 3 4. مين اللي في طبق المليارد؟ 8، يبقى هكتب في طبق المليارد 8. 5 مليون، طبق المليون فيه كام يا مستر؟ فيه 5، بس احنا اتفقنا ان الطبق بيشيل 3 ديجيتس، يبقى ال 5 هيبقى على شمالها 2 زيروز. تمام. 6000، طبق ال 1000 فيه 6، يبقى برضو هحط ال 6 وعلى شمالها 2 زيروز عشان الطبق بيشيل 3 ديجيتس. اند 200، الطبق الغلبان فيه 200 بكل بساطة. another question بيقول لي ايه؟ 30 مليارد، ادي اسم الطبق، ادي المليارد، يبقى هرسم كام بليت؟ 4 بليتس، ادي 1 2 3 4. مين بقى اللي في طبق المليارد؟ 30، هحط في طبق المليارد 30. 90 مليون، طبق المليون فيه 90، وال 90 ده 2 ديجيت. تمام، يبقى لازم احط له على الشمال 0، يبقى ادي ال 90 في طبق المليون. 50,000، طبق ال 1000 فيه 50، وال 50 برضو دول 2 ديجيتس، يبقى لازم احط لهم على الشمال 0. اند 40، وال 40 برضو يا مستر ايه؟ 2 digits، يبقى لازم احط للفورتي على شمالهم برضو 0. another question بيقول لي 16 مليارد، برضو ادي مليارد، يبقى عندي 4 plates، ادي 1 2 3 4. طبق المليارد فيه 16، يبقى هحط في طبق المليارد 16. 250 مليون، ادي طبق المليون فيه 250. 346,000، 346، ها 6، ادي 346 في طبق ال 1000. اند 20، ال 20 طبعا دول 2 ديجيتس، يبقى لازم احط لهم على شمالهم ايه؟ 0، عشان الطبق لازم يكون فيه 3 ديجيتس. اخر سؤال بيقول لي 4 مليارد، ادي مليارد، يبقى لازم اعمل كام بليت؟ 1 2 3 4. 4 في طبق المليارد، ادي ال 4 في طبق المليارد. 316,000، لاحظنا ايه؟ ما جابليش سيرة المليون، يبقى المليون ايه؟ في 3 زيروز. تمام، قال لي بقى 316,000، طبق ال 1000 فيه 316. 201، الطبق الغلبان فيه 201. تعالوا بقى ناخد اخر سؤال معانا في درس النهاردة، يلا بينا. بيقول لي write the greatest and the smallest number formed from the digits 7, 4, 0, 5, 3, 8, 9, and 6. عاوزني اكون ال smallest number وال greatest number. طب ينفع احط الزيرو on the left على الشمال؟ طبعا لا، بدور على اصغر حاجة غير الزيرو، لقيت 3، هنشطب عليها ونكتبها على الشمال عشان انا بكون ال smallest number. دلوقتي اقدر احط الزيرو؟ اقدر احط الزيرو، ماشي. بعد كده في 7 4 5 8 9 6، ال 4 طبعا هنشطب عليها ونكتبها، ها. بعد كده ال 5 نشطب عليها ونكتبها، بعد كده ال 6 هنشطب عليها ونكتبها، بعد كده ال 7 هنشطب عليها ونكتبها، بعد كده ال 8 نشطب عليها ونكتبها،
طبعا اكبر حاجه الناين. تعالوا بقى نكون الجريتست نمبر، اكبر حاجه طبعا هنعكسهم، بس لازم ناخد بالنا من اخر 2 ديجيتس. هحط على الشمال اكبر حاجه فيهم الناين، بعدين الايت، بعدين السيفن، السيكس، ها الفايف، الفور، الايه، الثري، وبعدين الايه، الزيرو. طب تعالوا نشوف السؤال اللي جاي ده بيقول لي ايه. Write the greatest and the smallest seven digit number، اكبر واصغر number مكون من 7 digit، formed from the digits 3, 1, 8 and 9. مديني 4 digits بس وعاوزني اكون منهم ايه السمولست والجريتست 7 digit number. ايه ده يا مستر، ده انت مديني 4 digits بس عاوزني اكون السمولست نمبر، يبقى في ديجيت فيهم يا مستر هيتكرر 4 تايمز، 4 مرات. مين بقى اللي هيتكرر 4 مرات علشان اكون السمولست نمبر؟ طبعا اصغر حاجه ال1 هو اللي هيتكرر على الشمال، ادي 1 2 3 4 عشان هو اصغر ديجيت فيهم. بعد كده اقدر احط ال3 وبعد كده ال8 وبعد كده ال9، لانه طالب مني السمولست، يبقى انا بكرر النمبر الصغير على الشمال. طب تعالوا بقى نعمل الجريتست. شطار، انا كده هكرر مين بقى يا مستر؟ الناين هي اللي هتتكرر 4 تايمز، ادي 9 9 9 9 وبعد كده 8 بعد كده 3 بعد كده 1. كده انا كونت له الجريتست 7 ديجيت نمبر من ال 4 ديجيتس دول. طب تعالوا نشوف اخر سؤال بيقول لي write the greatest and the smallest 8 digit number، عاوزني اكون اكبر واصغر نمبر مكون من 8 digits ومديني 2 وال 4 بس. يبقى في digit فيهم هيتكرر 7 times، 7 مرات. تمام، طالما طالب اللي smallest number يبقى 2 هي اللي هتتكرر على الشمال 7 times، ادي 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كده اقدر احط مين؟ ال 4. الجريتست نمبر هنكرر النمبر البيجر 7 تايمز، هيبقى 4 هتتكرر ريبيتد ايه؟ 7 تايمز، 7 مرات، وبعد كده مين؟ ال 2. وفي نهايه درس النهارده يا حلوين، بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا جدا. With my best wishes and goodbye.